اهلا 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 بحضراتكم. بقى انا كنت اقول لكم ايه من شويه، ان احنا ضيفتنا الرائعات مجموعه من الامهات المثاليات الفضليات، هيكونوا منين يعني؟ من ارض مصر المحروسه، بس كل واحده وليها قصه مذهله في الكفاح والنجاح. تعالى بعد اذن حضراتكم نتعرف على امهاتنا. اولا مدام حليمه، ازاي الصحه؟ ايه الاخبار مدام حليمه سلام عبد السميع؟ صح كده؟ ازيك عامله ايه؟ كله تمام؟ منورانا. ومدام نوال عبد العظيم خليل، ازاي الحال؟ الله يخليك يا استاذ، كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. مدام ميرفت احمد ابراهيم، اهلا بيك يا فندم، ازاي الحال؟ الحمد لله. طيب انا هستاذن الاول، او هقول لكم انا هعمل ايه؟ انا عايز اسمع الحدوته بتاعه كل ام عظيمه من حضراتكم، فهبدا الاول بمدام حليمه لانها قاعده لوحدها الناحيه دي، فحتى لا تشعر بالوحده نبدا الاول. احكي لي. أنا أم ميلة، أنا الأول مدرسة حليمة سلامة الأولى على محافظة الفيوم 2023. بدأت رحلتنا من سنين، جوزي توفى الله من 13-14 سنة. ساب لي 3 أولاد، كان ابني الكبير عمرو ثانوية عامة، وابني الوسطاني عبد الرحمن تالتة إعدادي، والدكتورة يارا كانت تانية إعدادي. ما كانش عندنا حاجة خالص، كان مريض كبد، و يعني تطور لحد زراعة كبد، وبعدين سابنا ومشي، وابتدت بقى المسؤولية وكفاحي معاهم من أول ما بابا مات الله يرحمه. هو كده خير الكلام ما قل ودل. المشوار كانت صعوبته ايه؟ اصل اكيد شفتي حاجات كتير في 13-14 سنه. طب المسؤوليه، انا يبقى في رقبتك 3 ولاد بدخل محدود، مرتب ومع الصغير. جوزي الله يرحمه برغم مرضه خد ماجستير ودكتوراه، كان طموح، كان له وصيه لعمرو ابني الكبير انه هو لازم يخش صيدله، وكان عمرو قد الامانه الحمد لله وتفوق ودخل صيدله وتخرج من صيدله حلوان 2016 جيد جدا. ابني الثاني عبد الرحمن طبيب بشري، طبيب تخدير. وبنتي يارا دكتوره يارا، الحمد لله اليوم اللي طلعت فيها نتيجه الام المثاليه كان اليوم اللي استلمت فيها شهاده الامتياز بتاعتها. يارا اللي انا قابلتها بره. فهي لقيت لي كده برضه انتم مأخرينا جامد، مش كده؟ هي دقيقه جدا وذكيه جدا الحمد لله. برافو عليها. وربنا يبارك في عمرها، هي السبب في قعدتي مع حضرتك النهارده، وشرف ليا طبعا ان هي اللي قدمت لي، وهي اللي قالت لي لازم الناس تعرف انت تعبتي معانا قد ايه وعملتي قد ايه، ولازم الناس تحس بيكي تاخدي حقك. عملتي ايه في ظل موارد شديده الضيق زي ما بيتقال؟ مرتب بسيط ومعاش ابسط، قسمتي الدنيا ازاي؟ يعني دبقتي الدنيا دي ازاي؟ انت عارف الست المصريه في نستغنى عن الرفاهيات شويه، عن الكماليات شويه، نعيش على ارض الواقع. ابني عمرو دخل المدينه، ما عادش شقه ولا حاجه، قعد في المدينه 5 سنين وكان قد المسؤوليه الحمد لله. ربيتهم ان ما فيش حاجه اسمها عين عليك، انت عينك على نفسك، انت ضمير نفسك، انت مسؤوليه نفسك. ربنا انا وابوهم الله يرحمه ادمغه قبل ما نربي فلوس، لازم انت عندك دماغ والدماغ دي هي ثروتك. كان الله يرحمه يقول لي احنا مش عايزين نربي اي حاجه، احنا عايزين حاجه نقدمها. والله والله يا استاذ يوسف حاجه نقدمها لمصر، ما عندناش حاجه نقدمها الا اولادنا دول. قدمتي 3 زي الفل اهو الحمد لله، ام الدكاتره الحمد لله بيقولوا لي كده. بيقولوا لي كده والله يا استاذ يوسف، مسميني كده في المدرسه يعني. والحمد لله انا معلمه وعندي اولاد كتير، كل سنه بنطلع الوفات والله ما شاء الله. انا مهندسه زراعيه ومدرسه في مدرسه الفيوم الثانويه الزراعيه، وبرضو الحمد لله كنت المدرسه المثاليه والرائده المثاليه في المدرسه، والمدرسه كذا سنه تقرمني ام مثاليه الحمد لله. ده كده بدل الحدوته حدوتين 3-4 يعني، مش حاجه واحده بس. الحمد لله الحمد لله. النجاح مش في الامومه بس، لازم تبقى ناجح في كل حاجه. صحيح صحيح. وده الحكمه اللي مديها لاولادي، حتى بنتي يارا يعني تقول النجاح تبقى ست بيت شاطره، طباخه شاطره، دكتوره شاطره، بنت شاطره، واخت شاطره، فهو ده النجاح فعلا، مش نجاح في شيء واحد. ما شاء الله ما شاء الله. مدام نوال. ايوه حضرتك. احكي لي. احكي لك عني يعني. أنا عندنا محل بقاله واقفه فيه انا وجوزي، بنسلم مع بعض يعني، وعاملين ورديات كده.
فالحمد لله يعني ربنا ما رزقنيش ان انا ابقى ام. كفالة طفلة كانت عمرها 3 سنين، فاطمة اللي كلمت حضرتك تحت دي، يعني كفلتها فاطمة قالت كبرت. احنا هنتصور سوا، قلت لها حاضر. هي فاطمة دي هي اللي قدمت لي وهي اللي جابتني هنا، ربنا يبارك لها يا رب. ما شاء الله عليها، خدت دبلوم تجارة اللي هو اللي يعني 5 سنين ده، ويا بطة كملي يا بطة كملي، تقدم لها عريس كويس ومناسب وكده. فالحمد لله اتجوزت، ما شاء الله اتجوزت جوازة كويسة الحمد وعيلة لله. كويسة وناس ما شاء الله عليهم ربنا يحميهم يعني. فخلاص يعني هي قصة فاطمة بقى ايه، بدأت اللي هي اتجوزت بقى وسابتني. طب اعمل ايه تاني؟ طب اعمل ايه تاني؟ طب اقعد لوحدي كده، قاعدة لوحدي من البيت للدكان، اجي من الدكان قاعدة لوحدي ملاقيش حد اتكلم معاه. تعبت نفسيا والله، جالي سكر بعيد عن حضرتك من القعدة لوحدي والهارية مع نفسي. فقررت ان انا امشي في نفس الطريق تاني، اللي انا اعمل نفس اللي انا عملته اعمله تاني، نكفو لحد كمان. نكفي لحد كمان. اتكلت على ربنا وكان ربنا له الفضل الكبير معايا. كفلت الطفل كان عمره بتاع سنة واربع سنة وثلاث شهور كده جبته. قعدوا يقولوا لي يعني انتي سنك كبيرة تجيبي طفل صغير لسه هتلبسي بومبز؟ قلت لهم هي حلاوتها في كده، تحسي الثواب ازاي، تحسي اللي انت تبقى مع الرسول ازاي، لازم تبقى كده. رحت ايه، الحمد لله ربنا وفقني برضو بالجماعة بتوع الشؤون، وقفوا معايا ما سابونيش، أستاذ أحمد، أستاذ علاء، أستاذ حنان، دول كلهم بصراحة يعني وقفوا جنبي اللي أنا ربنا يكرمني وأجيبه، وجبته الحمد لله وكده. وبقى معايا ما شاء الله ماشي في 4 سنين أهو، ما شاء الله والله مضيع حضانة جميلة. وبفكر برضو عايز يروح مدرسة خاصة عندنا، كل ما يشوفني يقول لي أنا هروح المدرسة دي يا ماما، أنا هروح المدرسة دي. المدرسة دي داخلة دماغه أوي هي دي أوي، بينها شكلها حلو ولا ايه؟ المدرسة لا هي انت شبطان فيها، انا عايز دي. والله العظيم. فبقول له يا يوسف تروح، بيقول لي اسمه يوسف؟ لا لا ده كده بقى خلاص، هو اسمه يوسف خلاص بقى. ماشي، لا انا هروح المدرسة دي يا ماما، ما اطلق على كده يعني هروح. قلت له ربنا يعيني ويديني وانا هدخلك ان شاء الله لو انا عايشة ادخلها لك. يقول لي اللهم امين يا رب يا العالمين. ولد الطفل الصغير ده ده مولانا الشيخ يوسف ده. والله العظيم ما شاء الله عليه. خلصنا من موضوع يوسف بقى. جت اختي يا حبيبتي توفاها الله برضو، الله يرحمها يا رب، بمرض يعني السرطان وكده، وكانت معاها طفلة كانت برضو هي جايباها عمري يعني شهر حاجة صغيرة كده صغيرة يعني. فتوفى ربنا فانا رحت واخداها خدتها. يا بنتي سيبي البيت، قلت لهم ابدا ما سيبهاش ابدا، ما ينفعش، مش هتبقي قدها. قلت لهم لا انا قدها ولو ربنا هو اللي هيقف معايا. صح. خدت نور رخرخ ومعايا يعني بقالها سنتين معايا اهي، بس يعني الاتنين بس مالين عليا دنيتي كلها. بس اقول لك بقى خلاص كده مفيش وحده. والله والله العظيم يعني الحمد لله، ولا بص ولا خفت من حد ولا عملت حساب لاي حد في الدنيا الا ربنا. دخلت وجبتهم يعني بقوا معايا ولادي واخواتي وحبايبي، ال3 عيال دول يعني عندي بالدنيا دي كلها، هم ولادي واخواتي واصحابي، هم اللي طلعت بهم الدنيا كلها، هما الثلاثة دول والله. طب وفاطمة بتساعدك بتاخد بالها من اخواتها ولا لا؟ تيجي تاخد بالها؟ بتذاكر لهم، بتذاكر ليوسف، حلو. بتذاكر لنور. حلو. والله هي بتذاكر لهم الاثنين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما بتسيبهمش والله. ربنا يبارك لها بنتها يا رب ويخليها لها، يا ما رب بتسيبهمش يا رب يا رب. تيجي تذاكر لهم، تيجي ترجع لنور،
شوف نور خدت ايه، تقول لها تعالي يا نور خدت ايه، والله هي معايا كانها امهم برضه. طب حلو، ما هي تربيت ايدك يعني. طيب هنا اسال بقى مدام ميرفت، احكي لي يا مدام ميرفت بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهنئ كل ام حصلت على هذا الوسام، واهنئ كل ام تخطت الصعوبات وتحدت المجتمع في تربيه اولادها وتحدت الديون والمصاريف والتعليم والصعوبات اللي في الحياه والظلم من المجتمع. يعني اكيد في حاجات كتيره جدا عشان الام تتحملها، فبهنيها على كده. الحمد لله. الحمد لله ربنا من عليا وتوفى زوجي سنه 95. انا يعني مرحله الزواج كنت متجوزه صغيره وكده. الاولاد ربنا رزقني محمد ويحيى، الدكتور محمد دكتور بكليه اللغه العربيه وجامعه الزقازيق. ما شاء الله. الدكتور يحيى حصل على ماجستير اداب المنصوره وكليه اسره الدين. ما شاء الله. احمد بكالوريوس تربيه رياضيه وحصل على سنتين تمهيد الماجستير. محمد ويحيى باباهم سايبهم في رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي. كانوا لسه رايحين سته ابتدائي. محمد ويحيى كانوا رايحين سته ابتدائي. احمد كان لسه 5 سنين. تزوجت وانا في سن صغير، ما كملتش مرحله تعليمي، كنت لسه في اولى ثانوي تجاري. كملت السنتين وانا متجوزه. بعد ما اتجوزت بسنتين عمل عمليه كده جاله مرض الكبد. ده لنا حوالي 7 سنين 8 سنين مرض الكبد. انا هستاذنك علي صوتك سنه كمان. ده انه 7 سنين كده عدوا مرض الكبد. الله يرحمه. قبل ما يتوفى كنا قاعدين في بيت طين وعرش بسيط كده. المهم تداينا على اساس ان احنا نبني ونصب ومش عارف ايه، وتوفى قبل ما اسد حاجه. تراكمت طبعا عليا الديون، تراكمت عليا تربيه الاولاد، تراكمت عليا يعني صعوبات جامده يعني. بدات ان انا اركز مع الاولاد بعد ما توفى. كملت انا تعليمي، اخدت كليه، قدمت في الكليه وبتذاكر مع اولادي ويذاكروا معايا. اذاكر معاهم واذاكروا معايا. بدات اربي طيور في البيت مساعده، لان المرتب كان حوالي 250 مش يعملوا حاجه، وكان قعدت 15 سنه اسد. اقول لك يعني عندك الدين بتاع بنا البيت وتربيه الولاد، 15 سنه اسد في الدين ده. 15 سنه. سنه ما توفى كنت تاني طبعا اتعينت بالدبلوم. كان مرتب الدبلوميه، كان طبعا المعاش 250 يروحوا لسداد. انا الدبلوم مرتب الدبلوم مبلغ يعني كده، كنت الحمد لله طبعا مش حنطق. رأي مدام حليمه يعني الست المصريه بتدبق، بتعرف طبعاً تمشي نفسها. طبعا تمام. طبعا ولدي الحمد لله كملت تعليمي مره اخرى، اخدت بكالوريوس كفايه انتاجيه وسويت، واصبحت دلوقتي ماسكه مديره اداره خدمه المواطنين شكاوى باداره الحسنيه التعليميه. ده امسك الخشب دي، مش تخبيط علشان حاجه. ده بالظبط قوي كده، اللي هو ايه مش عارف اقول لك ايه. كملي ما شاء الله. الولاد طبعا حصلوا على المناصب اللي هم فيها. الله اكبر. بعديها بدات مرحله، طبعا كبروا، بدات مرحله الزواج. الدكتور محمد اتزوج ومعاه 3 4 اولاد. ما شاء الله. الكبير في 6 ابتدائي. ما شاء الله. الدكتور يحيى اتجوز ومعاه برضه ولد وبنت. ما شاء الله. والحمد لله وعايشين معايا. طبعا نظرة المجتمع أذتني كتير. ازاي؟ أذيت من ناس كتير. ازاي؟ طبعا واحدة سنها صغير 26 سنة وأرملة وجوزها توفى، ويعني والظلم في الحياة، ظلمت كتير. ظلمت من المجتمع كتير خالص خالص خالص، بس الحمد لله ربنا عوضني خير. الحمد لله. الحمد لله ربنا كفاني وعوضني خير. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. طيب انا هستاذنكم، هطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل نكمل يعني ما بين الاسئله وما بين الحكايات، لان انا بقدر ما انا هو انا مش بس مبسوط، هو انا فخور بيكوا قوي، لانه بالمناسبه انا امي 30 سنه متوفي يعني. يعني انا واحد من الناس اقدر اقول نوعيا بشكل ما ان انا ابن تجربه كده، انا امي ربتني لوحدها انا واختي.
فانا طول الوقت بقى عندي ايه كمان لما بقعد اسمع الحكايات دي، بس طبعا انا عاجز من ولادكم كتير يعني انا غالبا قدكم، فمش بس كده انا طول الوقت فخور بانه هو الست المصريه دي هي قويه كده ازاي. ده شيء الحقيقه طول الوقت لفت لنظري، قويه زياده عن اللزوم في ظل ظروف شديده الصعوبه. هنروح للفاصل ونكمل الكلام. لا بصوا هقول لكم حاجة، في الفاصل اللي أنا حاولت أفهمه قدر الاستطاعة يعني، انتوا عارفين الملاحم الإغريقية اللي هي ما ينفعش تتصدق، ده اللي موجود ما بين أمهاتنا الثلاثة الموجودين دي، والله العظيم زي ملامح زي الأساطير كده الإغريقية، زي الأفلام اللي حضرتك بتقعد تتفرج عليها. وبعدين لازم تشوف الروح بتاعة الأمهات التلاتة دول، مقاتلات مش أمهات، والله بتكلم جد يعني. هضرب أمثلة بقى إذا سمحتوا، مدام حليم وهي بتتكلم معايا قالت لي، كنت بقول لها أنتوا يعني وقفتوا وبتاع ومش عارف إيه وحاجات زي كده والمسألة صعبة بتاع. قالت لي صعبة لو، وهتحكي لي بقى، لدرجة إنه ناس كانت تقول لك وتدخليهم طب وصيدلة ليه؟ ما يخشوا أي كلية كده في السريع ومصاريفها تبقى خفيف، كانوا يقولوا كده ليه؟ دايما دايما يعني في معوقات لنجاح يا استاذ يوسف، عمر ما بيرموا حد فاشل، دايما الناجح ده في مرمى الشباك كلها. غير كده انت بتحط في ولادك ايه، بتزرع في ولادك ايه، الفشل ولا النجاح، الحلم ولا الياس ولا الامل ولا الوصيه اللي بابا سابها. بابا ساب لعمر وصيه ودخل، والله يا استاذ يوسف ودخل غرفه العمليات قال له اوعى يا عمر، اوعى الطب يا عمر، والله والله يا استاذ يوسف. فكان الولد قد المسؤوليه وجاب، والله كان يدخل طب بشري بس كان حلمه بابا صيدله فدخل الصيدله. هو كان جايب كام في الثانويه العامه؟ 98 يعني سنه ثالثه، نقص نص درجه من المجموع الكلي. الله اكبر الله اكبر، سياره متفوقه طول عمرها من ابتدائي ثانوي اعدادي، طول عمرها ما قلتش عن 99. طب ادعي لي بقى ان انا اشوف يوسف ان شاء الله. ان شاء الله احسن منه ان شاء الله، يعني اشوفه روحه اعيش واشوفه واشوف نور دكتوره بس اتجوزت بقى ان شاء ربنا الله. اطمنت صدقيني احلامي والله سيبي حلمك يكبر دايما الحلم بتحقق ان شاء الله. حلم اختي الله يرحمها كانت نفسها اللي هي تبقى دكتوره ان شاء الله، تقول لها يا نور تبقي دكتوره زي اللي بيعالجوني دول ان شاء الله. يا نور والله يعني ما مدام حليمة قالت لنا قالت لنا ده مدام نوال احسن واحده فينا كلنا. طبعا طبعا يعني تخيل، شوف برضه هنا طبعًا. الـ 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 المبادئ برضه يعني طول الوقت اللي هو فكره ايه، لا وفلان كمان احسن من ايه ده. طبعا والله طبعًا. عظيم تعظيمات. طبعا كتبتي ثلاث شقق باسامي الثلاثه باساميهم. يوسف نور فاطمه ثلاثة، ويجوا ناس يقولوا لك دول مش من ولاد دمك، ما بلاش. اتقالت، اعوذ بالله، اتقالت ده ايه ايه انعدام الرحمه ده، اتقالت بس وما انا الحمد لله ثابته، ربنا مديني الثبات، ما بسمعش كلام حد، ده انا بموت فيهم، بص بعشقهم بعد يعني ربنا الاول. مش هتعملي كل ده من غير حب يعني. ربنا الاول ثم هم، ربنا الاول ثم هم. طيب لا كملي جملتك، والله مقطع لك جمله والله العظيم. بصي هم ولادي واصحابي واخواتي وحبايبي، وهم دول ولادي اللي جبتهم من بطني، انا مش حاسه ان انا ما جبتش. وجوزي بيحبهم كانه ولاده، جوزي ده راجل طيب ويعرف ربنا، يصلي الوقت بوقته، وراجل بتاع ربنا، ربنا يبارك له ويديله رزقهم. امين ربنا يديله رزقهم. وما قالكيش شقق اللي نكتبها باسمه ولا حاجه خالص؟ ما قاليش، هو اللي قال لي اعمل لهم كمان، هو اللي قال لي اعمل لهم. ما بيطلعوا اشاعات على انه رجاله قلبهم جامد؟ لا 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 بيحبهم قوي. ما احنا طيبين برضه. لا هو بيحبهم قوي طبعا، بيحبهم او والله بيحبهم هم يعني. بص مالوا علينا الدنيا، مالوا علينا الفراغ، هم دولت هيدخلونا الجنه طبعا. هي الدنيا طبعا، الدنيا ايه بقى؟
اديتني ايه؟ رساله من قديها زي لل... طب انا 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 هنا طبعا بخلاف ان احنا على ما يبدو خلاص انا ومدام حليمه اتصالحنا عشان قالت لي انت متاخرنا وجايبنا من بدري من الساعه 9 وحاجات زي كده. قلت لها طب حقك عليا اتصالحنا على راسي على راسي يا ستي ده انتوا اللي على راسنا والله. طيب مدام ميرفت علشان قلت لي حاجه مهمه جدا في الفاصل، قلت لي ساعات في ناس في المجتمع تتعامل مع الست الارمله بسخافه بظلم، خلينا نمشيها بظلم بظلم. ايه اللي حصل؟ يعني صادفتي ايه؟ كتير ظلم، كتير افترى ظلم مش عايزه افتكره. مش عايزه تفتكري ايه؟ مش عايزه افتكره. طب بس ده هم بظلموا بس ربنا بيرفعني الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنب البني ادم وبالذات المظلوم. ساعة ما يحصل لي موقف صعب في حياتي اتوجه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد فربنا ينصرك الإنسان. وينصرك على طول. بس هو دي قوه، هو دي التحدي، هي دي قوه المراه. طب هو دي صبر المراه على الابتلاء، المراه الصلبه على الابتلاء من البشر من المجتمع. الستات في مصر جايبين القوه دي منين؟ والله من ربنا سبحانه وتعالى. من ربنا سبحانه وتعالى. من عند ربنا بيديلهم لو لو ضعفنا يا استاذ يوسف البيت يضيع. بيديلهم التحكم. وحتى حتى الامهات اللي جوازهم معاهم الجوز بيجري على اكل عيشه وبره على طول، اذا كانتش الام عينها مفتحه على اولادها وقد بيتها وشغلها البيت يضيع. طيب انا عايز استغلكم استغلال جيد في حاجه بقى. البنات بتوع الجيل الجديد اللي لسه متجوزه طازه، اللي لسه هتتجوز، اللي ممكن دماغها تلعب عن طريق بقى صديقه زميله جاره اي مسلسل اللي هو ايه بقى السوشيال ميديا، اللي هو الظروف الصعبه والمعايش الصعبه، وتبدا البنت مخها يتهز، عزيمتها تقل. عايز نصيحة من كل واحدة من أمهات هم من أقوى الأمهات في مصر، تدي نصيحة للبنات الجداد في البيت مع جوزها مع عيالها مع المجتمع. نبدأ هقولها بنتي عيشي واصبري، وجوزك أنت سند ودراعه وظهره، ما تعريش بيتك قدام حد ولا جوزك قدام حد، ولا تفضحي سرك ولا بيتك مع حد. اصبري اصبري على جوزك واصبري على ظروفكم، وخليكي ظهره وكتف ليه، لان ايديكم في ايدين بعض هتبنوا، سيبتوا ايديكم البيت هيقع. الفلوس اخر حاجه يا استاذ يوسف، الفلوس ما بتعمرش بيوت، النفوس اللي بتعمر البيوت والقلوب. طول ما انت قلبك بمراتك دافي وهي مدفياك وامينه على بيتك ومالك وعيالك، نم وغمض ومالكش دعوه بالبيت. اقول للبنت الشاطره الجدعه تبقى جدعه في بيتها، وتخاف على جثة، تخاف على عيالها، تحافظ على عيالها على قد ما تقدر، تحافظ على جوزها، وتقف معاه ايد واحدة. تقف معاه ايد واحدة. مدام مر اقول للبنت اول شيء تراعي ربنا في جوزها وجوزها يراعي ربنا فيها. حلو. انا عايزه اقول حاجة. الام اللي بتقعد سايبه بنتها تتربى على السوشيال ميديا دي مش ام. صحيح. اللي تاخد كل خبرتها وتجاربها من على السوشيال ميديا مش بيتش ام في البيت. انا بقى بنضيع العيال كده. قلت لي دي اول حاجه. تاني اول حاجه طبعا. تراعي ربنا في جوزها ويراعي ربنا فيها، دي الشيء اللي هيعتمدوا عليه في الحياه. ده الاساس. ده الاساس. تاني شيء في عيال اهم حاجه التربيه. تربوا على الاخلاق. صح التربيه. التعليم. لان طبعا الجيل اللي احنا مع بنت مش كويسه، الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ابن صديق السوق، صديق السوق بدور البنت اللي مش كويسه احتوي ابني بوظها. احتوي ابني. ما فيش سر جوزي بره، حتى لو اهلي احطه جوايا، لان انا ممكن ازعل اهلي مني والنهايه هكون حلوه انا وجوزي. الاحترام طبعا. اوضع في عيالي الاحترام والادب والقيم. صح. التربيه الصح، التعليم الصح. طيب انت هتلاقينا كلنا مربيين ولادنا زي ما احنا اتربينا الحمد لله. الحمد لله. يعني انا بنتي مربيها انا وامي على الزمن القديم، يعني انت عارف على قديم بقى. قلت لها اصلك انت دكتوره مش لجوزك، انت دكتوره لشغلك، لكن في البيت انت ست تطبخي وتكنسي وتنظفي.
اه بس هو يساعدها برضو يعني ما ي... وماله بس هي الاساس ما يقعدش في مش هناخد الجواز يعني نخدمه يعني احنا ما عندناش رجاله بتشتغل يا استاذ يوسف والله لا يبقى لا اصل انا عندي بنت ربنا يبارك اخش الاقيه قاعد عامل نفسه باشا كله بالحب بيمشي يا استاذ يوسف طب كل واحده في حضراتكم اكيد صادفت موقف شديد الصعوبه ما تنساهوش ربنا سبحانه وتعالى امر بانه الحكايه دي تعدي تفتكري ايه افتكر ان انا كنت بعد ما جوزي بات انا عمري ما سبت ولادي اصلا خالص والدتي كانت عايزه تطلع عمره فبكت وقالت لي مش قادره تسيب ولادك وتيجي معايا العمره فقلت لها ماما انا عمري ما سبتهم وكنت مهزوزه وخايفه جدا وكان عبد الرحمن ثانويه عامه قالت لي يعني مش هتبريني وتيجي معايا قلت لها يا ماما هاجي معاكي وسبت اول مره اسيب ولادي من غير عهدة عبد الرحمن في الثانويه العامه بتاع عبد الرحمن وساعتها رحت يعني كان نداء من ربنا لان انا حلمت قبلها بشهر ان انا هناك ما شاء الله فرحت والله يا استاذ يوسف زي ما بقول لك كده لقيت نفسي في مسجد رسول الله في الروضه بدعي لعبد الرحمن بحرقه يا رب اديله وما تخلوش اقل من اخواتي من اخواته خليه دكتور زي اخواته وربنا استجاب والله وزي ما بريت امي ربنا برني في ابني ما شاء الله والحمد لله ما شاء الله مدام نوال اصعب موقف اصعب موقف كنت بجوز بطه وقيت حاسه ان انا يعني خلاص بقيت مش يعني عماله اوح مع نفسي في حاجه البيت واعمل في حاجه والجهاز بقى والجهاز واوح بس ربنا واقف معايا عدت ما سابنيش والله بقيت كل ما اقول يا رب الاقي الدنيا بتتفتح انت فاتك حته تنهيده دلوقتي من مدام ميرفت والله ايه فكرينا تعالي نفتكر سوا لا كتير والله بس مش عايزه افتكر ولا حدوته واحده لا هو اول موقف خالص اول موقف طبعا وفاه المرحوم الله يرحمه وفجاه الديون متراكمه عليا بطريقه فظيعه طبعا ده موقف صادم اللي هو هعمل ايه هروح فين يعني هروح فين الديون متراكمه فظيعه تعليم وتربيه ومصاريف طب هسد الديون دي منين طب هروح فين ومنين يعني كان ده اصعب موقف عليا بدات في حياتي انا بعد اذنك يا استاذ عاوز اقول لك ان احنا قبل ما جوازنا يموتوا مروا بمرحله مرض صعب سنين شايلين بيوت بجواز عيانه يعني يعني مرض الكبد ده مرض رب ما يوريه لحد يا رب انك تبقى واصعب موقف الاصعب السرطان الاصعب السرطان انا جوزي مات بسرطان كبد يعني ما هو مؤلم جدا مرض في حد ذاته معاناه صعبه جدا يعني انك تشيل انسان عيان وبيت واولاد وشغل ده اصعب حاجه طبعا ما ميرفت عايزه تقول حاجه عايزه تقولي ايه؟ لا خلاص لا هتقولي حاجه انا عارف حاسس كده انت حاسس مش هقول يعني لما جينا نتكلم على مساله الكبد فسكتي كده رحت عامله كده اهو المرحوم عانى جامد بسبب حوالي سبع سنين معاناه نفس القصه اهو سبع ثمان سنين مرض وبكل ما اوتي من قوه حقن دوالي خمس سنين كل دي فلوس من البيت والولاد حقن كيماوي في قلب الكبد كل ده برضو ما عرفناش نسيطر على المرض لزراعة الكبد مفيش فلوس نزرع وهو شاب مع دكتوراه صغير وجري من نفسه والله يا استاذ يوسف جري للتأمين لمصر الخير مفيش فلوس معانا عايزه انصح نصيحه بس لكل ام يحصل لها الموقف ده ايه ما تحطيش ودنك لحد خلي قلبك مع الله وروحك مع الله في كل التحديات ما تديش ودنك لحد طبعا سيبيها على ربنا سبحانه وتعالى ولادك ما هتلاقي مدام نوال من اكتر الناس اللي جالها كم زن غير طبيعي لسه بتكلم عليه صح انا لسه بقول عشان هذا شوف مدام نوال بتشجعك بصي ربي وعلمني مع العيل ويبقوا ما اعرفش لا 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 ربي تعليم صح وتربيه صح بيقعدوا اكيد يبخوا سم في المدرسه بصي انت عارفه انا عملت مع يوسف ده ايه هو ونور كل اللي يسالني عليه
قلت لهم ده ولاد اختي، ابوهم وامهم ماتوا، وابو نور مات راح، ابوهم وامهم ماتوا وانا اخدتهم، محدش يعرف يوسف ايه ومحدش يعرف نور ايه، ومحدش دعوه ليه عندنا حاجه يعني. والله اللي انا قلته ما هو عشانهم هم طبعا، عشان تحمي الولاد، عشان هم عشان هم عشان ما عشان نفسيتهم ويبقوا ويكبروا برضو والناس تقول لهم حاجه. فانا عملت عليهم، انت عارف اللي انا عامله زي الكلب عليهم. ربنا يعزك. طب والله العظيم ما حد يجي يمتهم، ما بقى بص بعيد عنك زي القط الشرس. زي الاسد والله التلات صدق والله، وهكدب عليك استاذ يوسف كل واحده فينا والله بتحط ولادها في قلبها يعني. هم اولادي اللي انا طبعا. طب انا هستسمحكم في سؤال لحضراتكم التلاته، بالتاكيد انه امهات صغيرات في السن، لا هيبقى اثنين عشان الحاج ربنا يخليه يا رب ويديله الصحه. الامهات الصغيرات في السن وزوجهم توفى، مش هقول طمع، لكن هيجي ناس زي الفل برضه ويجوا يتقدموا، والله يا مدام حليمه ده يجي لك حد يقول لك ده ابن حلال، ده ما احنا عارفينه وده كويس وزي الفل، والله يا مدام مرضى بدرجه زي الفل ومحترم وحاجات زي كده. هل احنا ما مرناش بكده؟ مرينا. ما انا بقول لك اكيد مريت. السؤال بقى كتير. رفضته ليه؟ عشان ولادنا. لا عشان هو هيقول ايه؟ لا 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 اول حاجه بص، اول حاجه في هدف ورساله لازم طبعا حطيتيها من يوم ما جوزك توفى لازم توصلي لها. دي الهدف الوحيد. تاني رساله، ما اجيبش واحد يتحكم في ابني او بنتي ويكون قدام عيني كده. لا في شك. لا ولو ضمنه 100%. لا مش ممكن. ما فيش حاجه 100% لا دي. طبعا معلش. مين تقدر تدخل واحد على اولادها؟ ما لا هيدينا ايه؟ جواز ما انا اتجوزت، خلفه ما انا خلفت، هيدينا ايه؟ مش ممكن هيكون. لا لازم احميهم من نفسي حتى. عارف احنا من نفسنا احنا بنحميهم. احنا ندي ظهرنا كده، نحطهم في قلبنا كده وندي ظهرنا للناس كله عشان احنا اولادنا ونقويهم. ياما الناس تيجي شكرا يا جماعه احنا كده كويسين وزي الفل. طبعا الحمد لله وهنربي العيال. طب ما يجيش كده في لحظه اللي هو ايه؟ ما هي ما يبقى موجود وهيساعد برضه في المصروفات بتاعه البيت، فالحمل يخف شويه. هنا في ولاد عاوزين نطلع دكاتره، وهنا دي العروض. في دي العروض. ديون دي العروض، لكن دي الحياه الثانيه حاجه ثانيه خالص. دي العروض كانت بتيجي كده اللي هو هيشيل من عليك. دي العروض بس اللي يوافق. لا في هدف. لا طب مكفوف. طب جوز حضرتك يا مدام نوال ما جالكيش كده في مره قال لك ايه مثلا؟ ما تخفي ايدك في المصاريف عليهم شويه. عليهم؟ يقول لك خفي بس ايدك كده. لا ده قليلي شويه. ده هو اللي بيديهم. لا وحياة ربنا ده بس بيروح يجيب لي يوسف الشوكولاته ويديها له، ويجيب له نور الشوكولاته ويديها له، هو منه لنفسه كده هو جاي. يوسف بيموت في حاجه اسمها شوكولاته، بس الاقيه مخبي له الشوكولاته، خد ونور. لا ما احنا مش عاوزين نزود في الشوكولاته برضه. لا بيجيب لهم كل حاجه. لا ايوه احنا عايزينه تبقى صحته حلوه كده. لا بيجيب لهم كل حاجه. ويلعب رياضه، يلعب كوره، يلعب. لا بس هو باباهم بصراحه هم اولاده، بيجيب لهم كل حاجه وبخاف عليهم. وبيدلع وبيدلعهم ومستحمل الدوشه قوي قوي. قالت قوي من قلبها قوي. ده واضح ان هم اشقيه يعني. يوسف يوسف تحديدا شقي شقي يعني شقي. شقي والله، بس ولد جميل قوي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يخلي. لا انا بقول لكم كل الافكار اللي ممكن تيجي على البال. صح. انه طيب ما تجوزوش، طيب الدوشه بتاعه العيال، طيب المصروفات، طيب الديون، الصعوبات. احنا اتجوزنا وحاملين هم عيالهم برضه. طبعا امر منهم عز الولد ولد الولد. ده المقولة المصرية الأشهر والأعظم. قد إذن حضرتك عندي ملكة دي بالدنيا كلها. الأحفاد أصلا. صح. يقولوا لها أنت تكلمني تت 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 في التليفون. مامتها تقول لها رايحة عند مين؟ عند تتة. تتة مين؟ كاكا. عشان يعني أنا بربي طيور. الطيور. بتطلع تقعد. فهي على حسب الصوت. بتطلع بتطلع تسيب مع الحاجة فوق. تقول لك إيه؟ تتكاكا. لو النبي وحياة ربنا. عندها قد ايه ملكة؟ ملكة عندها سنة ونص. يا عيني ونص صغيرة خالص. أنا عندي زين برضو، عنده سنة ابن ابني. زين؟ ده كده ده الحفيد الوحيد اللي موجود. ده الحفيد الأولاني من الدكتور عمرو. ده أول واحد ولا ده
لا اول اول حفيد اول حفيد سنه ونص عبد الرحمن خاطب ويرى لسه ان شاء الله ما شاء الله يعني ربنا يكتب لهم جميعا عندي سبعه ما شاء الله ايوه قلتي لي سبعه ما شاء الله طب يعني نعمل ايه المره دي هنا برضه اهو هنا كمان اسميهم ايه اولاد الدكتور محمد بلال بلال واحمد وادم وصروات ربنا ما شاء الله ولاد الدكتور يحيى سلمى وعمر واحمد وسلمى وعمر ومحمد ما شاء الله ما شاء الله ربنا يا رب بس يخلي اللي يا رب يا رب يخلي يا رب يا رب يخلي يا رب احمد يتجوز انا عارف ان انا لو سالتك على اسعد لحظه هتقولي لما الولاد اتخرجوا بس السؤال اسعد لما اتخرجوا واسعد لما اتجوزوا الاثنين الاثنين زي بعضه كده وعلى فكره ما بتبقاش لحظات سعيده ده بتبقى اصعب لحظات وانت بتبكي وانت بتجني اول صبار كده تبكي انا فرحه انا فرحه ساعه عبد الرحمن النوايا الايه لما فاطمه اتخرجت ولا لما فاطمه اتجوزت ولا لما خلفت مليكه لما اتجوزت يوم فرح تنتنا عيط عيط بص تنتنا عيط يعني كل ما ابص لها عيط كل ما اروح يمتها عيط والله بقى عمالين انت عماله تعيطي ليه كده يعني ده جنبك متجوزه جنبي بس انا بعيط يعني من فرحتي اللي هي اتجوزت بس وكمان زعلانه اللي هي سابتني لا ما سابتكيش راحت بيت جوزها ايه حكايه الامهات انت كده اديت الرساله اديت الرساله اللي عليكي فرحتي الاكتر يوم مالكه ما نزلت بصراحه جت بقى مالكه فرحت قوي 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 اللي ربنا رضاها والله انها هي اتاخرت برضو يجي سنه ونص كده بقيت يعني قلقتي بقى قلقت وبقيت اوديها للدكاتره ما بقتش سايباها والله بقيت اوديها وبقيت اروح واجي فبقيت قلقانه او ربنا ما كرمها بقى فرحه الدنيا عندي فرحانه قوي اللي ربنا كرمها ما شاء الله ويوم ما ولدت بقى بقيت فرحانه قوي ورحنا ولدت وجبتها على البيت عندي طيب انا بقعد اللي يعني شويه تلاقيني جايه كده وشويه تلاقيني جايه كده طب من النيرفات امتى حسيتي انه يا خلاص بقى حطينا كل الاوزار على جنب والدنيا بدات تبتسم اولا لما اولادي جه تعيين للدكتور محمد ما شاء الله في كليه العرب ويحيى كان جاي له تعيين بس ما تعينش عشان ايه قال انا هسافر عشان اساعد ماهي ضحى بالتعيين يا حبيبي وساب الوظيفه يا حبيبي هم على فكره الدكتور محمد كان طالع الاول على الكليه والدكتور يحيى كان طالع التالت او الرابع على كليه ضحى وسافر الكويت فتره وساعد معايا برضو بنيت وصبينا ولهم كل واحد وساب الوظيفه من اجل ان هو برضو يساعد اخواته ويساعد بيته ما شاء الله والحمد لله وجوازهم طبعا منة ربنا علينا كمان ان اولادنا ربنا اداهم كليات مش عايزه واسطه ولا عايزه شغل يتاخر يعني يارا جاي لها التعيين ان شاء الله نص اربعه التكليف بتاعها ما شاء الله وهي متخرجه شهر ثلاثه الحمد لله وعمر اتوظف على طول وعبد الرحمن الحمد لله فهم يعني حفروا هم ثمره بايديهم صح هم ثمره مستقبلهم بايديهم قلت لهم ما فيش الا هو لا يعني محدش هيجيب لك حاجه انت اللي هتجيب لنفسك هم ثمره النجاح اللي احنا حصلنا عليه كل واحد عمل مستقبله عمرو اول ما اشتغل ساعدني مع مع اخواته وجوز نفسه بنفسه والله ادانا له حاجه والله وقف على رجليه اهو الحمد لله وجوز دكتوره عبد الرحمن هيتجوز دكتوره برضه الحمد لله وربنا يوفق يعني انتوا حاجه تفرح وهم حاجه تفرح بس انتوا تفرحوا اكتر بصراحه عشان انتوا حقيقي مدعاه بجد للفخر نورتونا وشرفتونا ومش عارف اشكركم ازاي وبعتذر لكم على انه جبناكم بدري وقاعدين لحد وقت ما اتاخر ده كلام يورا ده كلام يورا ولسه في سفر لا والله عندي انا المره دي زي ما بيتقال قلت لي المره الجايه هتجي لنا الفيوم وهنفضل مقعدينك من بدري ان شاء الله قلت لك وماله مفيش مشكله مش هقعد السنه الجايه لما اجيب الامهات المثاليات تدخلهم اول فقره انا بشكر برضو زي لما اجي الفيوم هتاكلوني يعني امثله عندي كده اللي شجعوني ان انا اقدم الدكتوره الاستاذه فتحيه دي شجعتني هي اللي شجعتني ان انا اقدم والاستاذ محمد ابو نادر عندي في البلد يعني شجعوني ان انا اقدم السنه دي واولادي بقى اللي قدموا لي ربنا يا رب يكرمهم يا رب فاطمه هي اللي مقدمه لي وهي السبب اللي انا جيت هنا يلا بشكرها انا سعد اللي قابلنا حضرتك يعني ليا وما تحرمش منك انت ربنا يخلي لك الثلاثه يا رب وانا الدكتوره يارا برضو اللي قدمت لي من غير ما اعرف والله يا استاذ يوسف ما بيقولوش العيله الزهر لا
ودي حاجه حلوه بالمناسبه. دي حاجه حلوه بتبقى مفاجاه جميله ورائعه وظريفه جدا جدا جدا. نورتوني وشرفتوني ونورتوا الفيوم والشرقيه والمنوفيه وجمهوريه مصر العربيه. نورتوني وشرفتوني، كل الشكر جدا لحضراتكم. وهي الحلقه خلصت للاسف، كنت عايز نقعد. انا احب اسمع حكايات قد عينيا يعني، من وانا صغير بسمع حكايات من جدتي طول عمري، فعشان كده اتعودت على ان انا اسمع حكايات واعرف احكي حواديت للاطفال قبل النوم. زي يوسف بتقولي بعرف احكي، بيقول لي ايه كل يوم يعمل لي ازاي؟ يلا يا ماما يلا ننام. قال له يلا ننام، يقول لي احكي لي حدوته. احكي لي حدوته. يلا اقول له لا حدوته، يلا حدوته. وتنيه لحى عليا يا رب يخلي. يا رب خلصت الحلقه يا ساده يا كرام لحد كده. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.